السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات. هذا الفيديو هو موجه لتلاميذ السنة الأولى بكالوريا، هو عبارة عن نموذج لفرد محروس في مادة الفلسفة رقم 2 الأسدس الأول مع عناصر الإجابة. نشوفوا كيف يكون الفرد. الفرد يكون عبارة عن نص، هذا النص يرفق بسؤال. نقرأ أول النص ثم بعد ذلك نتعرف على السؤالين. النص هو على النحو التالي: لا تمثل الحياة الشعورية للفكر إلا جزءا ضئيلا مقارنة بحياته اللا شعورية. إن أفعالنا الشعورية تنبثق من بنية لا شعورية مكونة بالأساس من تأثيرات وراثية، وهذه البنية تشتمل على عدد لا حصر له من بقايا الماضي العتيق الذي يشكل روح العرق. فمن وراء الأسباب التي نعترف أن أفعالنا ناتجة عنها توجد أسباب خفية مجهولة من طرفنا، ذلك أن أغلب أفعالنا اليومية تعتبر نتيجة لدوافع خفية لا ندرك وجودها. يتشابه جميع أفراد هذا العرق عن طريق العناصر اللاشعورية المكونة لروح العرق، ويمكن القول إن الناس الأكثر اختلافاً بواسطة ذكائهم يتوفرون على غرائز وانفعالات وإحساسات متماثلة أحياناً. وفيما يتعلق بالإحساس، نادراً ما يتجاوز الأفراد الأكثر أهمية مستوى الأفراد العاديين، ففي الدين والسياسة والأخلاق والعاطفة، فبين عالم مشهور وصانع أحذية يمكن أن توجد هوة عميقة من حيث العلاقة الفكرية، ولكن الفرق بينهما يكاد يكون منعدماً أو ضئيلاً بشكل كبير فيما يخص المزاج والاعتقادات، ذلك أن هذه الصفات العامة للمزاج المحكومة بواسطة اللاشعور هي تلك التي تكون بالضبط مشتركة لدى الجماعات المكونة من الأفراد. ففي الروح الجماعية تنتفي الاستعدادات العقلية للأفراد كما تنتفي فردانيتهم وتسود خصائص اللاشعور وتسيطر. إذن نتعرف على الأسئلة. الأسئلة هي على النحو التالي: أولا، حدد أطروحة النص، كيكون عليها سؤال 8 ديال النقاط. السؤال الثاني: من خلال النص وما درسته وضح طبيعة اللاشعور، هل يتخذ طابعا فرديا أم طابعا جماعيا؟ إذن قبل أن تتعرفوا على عناصر الإجابة، المرجو أولا أن تشتغلوا على النص جيدا ثم تجيبوا عن السؤالين، وبعدها يمكنكم أن تصححوا إجاباتكم من خلال عناصر الإجابة التي هي على النحو التالي: أولا، أطروحة النص. يمكن أن نقول: يرى صاحب النص أن اللاشعور هو الذي يمثل الجزء الأكبر للفكر بالمقارنة مع الشعور، حيث يتشكل اللاشعور من تأثيرات وراثية تتضمن عددا كبيرا ولا محدودا من بقايا الماضي. ففي هذه البنية يصبح جميع الأفراد متشابهين، إذ تنتفي الفوارق بينهم على مستوى المزاج والاعتقادات والتمثلات المحكومة بواسطة اللاشعور. الجواب عن السؤال الثاني: من خلال النص وما درسته وضح طبيعة اللاشعور، هل يتخذ طابعا فرديا أم طابعا جماعيا؟ يمكننا أن نجيب على النحو التالي: يتضح من خلال النص الذي بين أيدينا أن اللاشعور بما هو الجزء الأكبر والمهيمن على حياتنا النفسية بالمقارنة مع الشعور يتخذ طابعا جماعيا من خلال ارتباطه بروح العرق، أي بماضي الجماعة الثقافي والفكري الذي يتوارثه جيل عن جيل ويتحكم في الأفراد بشكل لا واعي، ويتمظهر في سلوكاتهم وطقوسهم الاجتماعية. لكن من وجهة نظر أخرى، نجد المحلل النفسي سيغموند فرويد لا يختلف كثيرا عن تصور صاحب النص، إذ يؤكد هو بدوره أن فرضية اللاشعور هي فرضية مشروعة، وأن اللاشعور كبنية نفسية يتحكم في أفكارنا وأفعالنا وسلوكاتنا، ذلك أن هناك أفعال وأفكار تصدر عن الإنسان لا يمكن تفسيرها انطلاقا من الوعي، بل يجب إرجاعها إلى دوافع لاواعية. وهكذا يمكن القول أن اللاشعور حسب فرويد يتخذ طابعا فرديا، وهو بمثابة السجل الخاص بكل فرد. إذن يتضح من خلال هذين التصورين أن اللاشعور هو المتحكم في حياتنا، وقد يتشكل من خلال عوامل ذاتية تارة وعوامل اجتماعية تارة أخرى. إذن هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني هو بدون عناصر الإجابة. لماذا؟ لكي تشتغلوا ولكي تختبروا أنفسكم أكثر. النص هو على النحو التالي: بالإمكان تعريف الحاجة بكونها ضرورة نابعة من الطبيعة، بينما الرغبة تحويل ثقافي للحاجة ينزع عنها طابع الضرورة ويقرنها بأهداف اجتماعية ثقافية.
فلنأخذ الطعام على سبيل المثال، فهو يسد جوع الكائن الإنساني ويحفظ له بقاءه على قيد الوجود. إنه إذن إشباع لحاجة ذات أصل طبيعي، لكن ثقافة المجتمع تعمل على فك الارتباط المباشر بين الطعام والحاجة، فتحدد له أهدافاً أخرى تتجاوز الاستجابة للضرورة الطبيعية. لو بحثنا داخل المجتمع الإنساني عن جواب عن هذا السؤال البسيط، لماذا نأكل؟ لاكتشفنا أن الطعام ظاهرة ثقافية تعبر عن رغبات إنسانية تتجاوز نطاق الحاجة الطبيعية. فتقديم القهوة بالحليب مصحوبة بطبق الحلوى إلى الضيف لا يستهدف سد حاجة هذا الأخير إلى الطعام، وإنما هو دلالة على حسن الاستقبال والحفاوة. وإقامة وليمة للمدعوين إلى العرس ليس سوى مظهر من مظاهر البهجة والفرح وعلامة على الكرم والعطاء. والعبارة المغربية التي تقول لقد تشاركنا الملح والطعام لا يمكن فهم مغزاها إلا على أساس أن الطعام أداة لتتمين الوشائج وتقوية الأواصر بين الناس. حين تأكل مع شخص من صحن واحد فأنت لا تشاركه الأكل من نفس الصحن فقط، بل إن الأمر أكثر من ذلك، كما لو أنك أبرمت معه عهدا يوحد بينكما ويحضر اعتداء أحدكما على الآخر. إذن بما أننا قرأنا النص نتعرف على الأسئلة المرفقة معه. أولا، حدد أطروحة النص. ثانيا، من خلال النص وما درسته بيّن طبيعة ومميزات كل من الرغبة والحاجة. إذن هذا النموذج هو بدون عناصر الإجابة من أجل أن توضعوا في نفس السياق الذي تكونون فيه أثناء الفرد. أتمنى أن تشتغلوا على النموذجين بشكل جدي. ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.